السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا الطريقة ديال الخبز المقلى بالزرارع ودقيق الكامل، الطحين بكل شيء ليه، بالنخالة ديالو بكله. غنشوفوا مع بعضياتنا المقادير والطريقة ديال التحضير في الفيديو، فخليكم معايا. المهم البنات، بالنسبة للمقادير عندي هنا زلافة ديال الدقيق الكامل بالنخالة ديالو بكل شيء. المهم زلافة راه ما عمراش، نص زلافة نتاع دقيق السميد الناعم او لا دقيق ديال الفينو، السميدة الرقيقة ماشي السميدة هذه، ما طحين الزرع تيقولوا له الاولى طحين الفينو ماشي السميدة. وزلافة ديال الفورس تقريبا هذه اللي عامره شي شويه، كل واحد المهم يدير القياس اللي بغا هو. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي واحد معلقه صغيره ديال سنيده، المهم شويه. عندي هنا واحد المعلقه ديال العسل وخلاص الملحه. وهنا هادو هما الزرارع اللي غادي ندير لكم شي بغسل باش يبانو. هادو هما الزرارع، فيهم النافع، حبة حلاوة، زرية الكتان، حبوب الشيا، حبوب البافو، وهادو الشوفان يمكن. المهم انا كنت سقسيتو على الزرية البيضاء، قال لي ما عنديش، هادو خديتهم عند العطار القياس اللي بغيتي وكيعطيك، وهو تيقول لك قولي لي الزرية اللي بغيتي نعبر لك زعما اولا نعزلها لك. وانا قلت له بزاف ديال الزرارع، ولكن هو قال لي هادشي اللي عندي. المهم هادشي اللي كاين فيه تقريبا، هنا تكون شي 3 ديال المعالق كبار، ما نشوف واش ننقص منها ولا نخليها هكا. المهم غندوزو للطريقه ديال العجينه. انا غادي نعجن في العجانه، فاللي بغا يعجن في يدي راه ماشي مشكل، نفس الطريقه نفس كل شيء. المهم هنا في البول ديال العجانه غادي نخمر واحد شويه، تقريبا واحد 6 ولا 5 ديال الدقائق بما طلع. هنا درت الخميره وزدت عليها هذيك شويه ديال السنيده، غادي نزيد عليها واحد معلقه وشي شويه ديال ونقول جوج معالق ديال الدقيق الفورس، غنزيد عليه الماء دافي غير واحد شويه. غادي نحركو وغادي نخليه حتى يتفاعل، وعاد ديك الساعه نرجع نخلط المقادير كلها. هاد المرحله هذه كتسهل علينا حتى الخبز انه بسرعه يخمر من بعد. هاد المرحله مزيانه بالنسبه للناس اللي تيكونوا هكا يا مزروبين على العجينه باش تخمر دغيا. هاد المرحله دغيا كتخمر العجينه. انا الصراحه المهم نهار عرفتها من نهار عرفتها وليت هي اللي كندير، ودغيا كتخمر لي العجينه فهاد المرحله الاولى. من بعد ملي كتعجن كنخليها حتى كتطلع مزيان، نغطيها ونخليها حتى كتطلع مزيان. ومن بعد فاش كنجي نلويه باش نقرصو بسرعه كيطلع، زعما في ما كملش حتى 6 دقائق ولا 7 دقائق هكا كيطلع دغيا ودوزي طيبيه. المهم غادي نحرك هادشي يتخلط مع بعضياتو كامل ونخليه يطلع يتفاعل، ومن بعد نرجع. هنا بعد ما تفاعلت الخميره هكا صافي، غنبدا نزيد دابا الدقيق، غنبقى نغربل. هادو الدقيق اللي عندي كامل هنايا صافي، ونديرها نردها التعجين. هاد الدقيق ديال الزرع فاش كنغربلو كتعزل هاد
هاد النخالة ديالو كاملة كتعزل الفوق، حيت هادو العوينات ديالهم صغارين ما كدوزهاش. المهم كنقلب هنا ما فيها حتى شي حاجة، كنزيدها حتى هي على كنزيدها حتى هي على الخليط. صافي هنا غنزيد الملح، صافي وغادي نرد هاد التعجن. ولا ديك الساعه لا خاصني الماء، راه درت غير كاس واحد، يعني ضروري غادي يخصني واحد شويه الماء. انا ردا واحد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره. انا غنردها تبدا تعجن، غنزيد ديك المعلقه ديال العسل ونزيد الحبوب ديال الأدب. هذا هما اللولين، كما قلت لكم كل واحد يدير القياس اللي بغى. هنا تقريبا 3 ديال المعالق كبار. واحد المعلقه ديال العسل، صافي غنرد تزيد التعجين ونشوف الا كان خاصها الماء غادي نزيدها. غنحتاج الماء تقريبا. العجينه القوام ديال العجينه غادي يكون بحال ديال البطبوط، ما تكونش قاصحه، حيت الا جات قاصحه غيجيو خايبين وغيجيو مدقسين كلهم من الداخل. من الاحسن انها تعجن مزيان وتعجن بحال الطريقه ديال البطبوط. انا نوريكم غير القياس كيفاش دايره. ها هي صافي، زدت نص كاس اخر ديال الماء. صافي غادي نخليها دابا تعجن حتى تدلك مزيان ونرجع عاوتاني نطلع. هنا البنات بعد ما دلكات العجينه مزيان، شتوها كي دايره، راه مدلوكه ولكن في نفس الوقت مطلوقه مزيان. صافي غادي نخليها تخمر، غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى تخمر مزيان ونرجع للصاله نطلقها من بعد ان شاء الله. هنا من بعد ما كتخمر هي طلعت مزيان، صافي غادي ندوز نديرها هكا كريسات ونقرصهم ونخليهم يخمروا باش يدوز دابا.
هنا كيف قلت لكم البنات كنحطها غير بشويه باش ما كنهبطش ليها هذيك ديك الخميره ديالها هكا باش تبقى مهويه كلها من الداخل. و نشوف معكم شي وحيده نقسمها معكم. المهم بعدا راه واحد الريحه غزاله، راه باقي سخونه شي كيجي من الداخل. مسمحوا لي على الضجيج الدراري ومديرين. وهكا كيجي الخبز ديالنا، كنتمنى انكم تجربوه. طبعا سمن واحد طريف، كنتمنى انكم تجربوه تشوفوا شحال كيجي غزال. هكا بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياكلوا بحال هكا الخبز صحي 100% بالزرع بالزرارع بالطحين، الطحين الدقيق الكامل اللي غنحلو تشوفوه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. كيف ديما عجبتكم ما تنساوش انكم تشجعوني. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله.